بدون اي استئذان او اتصال. علي ايدك للمايك بليز. حريته يلي كانت مضمونه صارت فجاه حريه ينأذن فيها، تخضع للرقابه المسبقه، يتحكم فيها شخص واحد، بحد السقف اللي بده اياه، وبحدد المسموع والممنوع مثل ما بده، بحدد مين شو بينحكى، مين ما بينحكى، مين بيحكي، مين ما بيحكي. طبعا باللحظه الاولى عرفنا المسألة مش بسيطة، مش إجراء وبيمشي، لأن القصة قصة انقلاب على أساس حقوق الإنسان من الثورة الفرنسية يلي حولت الحرية لحرية مضمونة ما بنستأذن حدا لحتى نمارسها. من الأول عرفنا أنه هي مقص سكين بقلب الحرية، أداة تسمح ورح تسمح للنظام الحاكم للأقوى لكل صاحب نفوذ يتحكم بحريات المحامين كلها من خلال شخص واحد نقيب المحامين. من اللحظة الأولى فهمنا أن هذا التعديل مرتبط بخوف النظام يلي ينعم اليوم بالإفلات من العقاب، خوفه من العدالة، من الحقيقة، من الصوت، من الضوء. فهمنا أن العملية مش عملية تعديل بسيط، العملية عملية تجريد المحامي من واحد من أهم أسلحته للدفاع عن قضايا المجتمع. لك